80 للرصيف ده؟ 8 رصيف 8؟ لا في الأسبوع ممكن 3-4 مرات في الأسبوع يعني، ده ما كانش كل يوم. لا لا ما فيش مقابل بصراحة خالص، الخدمة رديئة لأقل الحدود يعني، الخدمة رديئة جدا فعلا يعني، الزيادة مش كويسة، وبس عامة الناس هتتقبل يعني، كل حاجة موجودة في الأسعار دلوقتي زادت فالناس هتتقبل. والله المفروض الاطارات تزيد من زمان اصلا مش من دلوقتي يعني، احنا عندنا التذكره بتاع الميكروباص ب 8 جنيه للجيزه، ده التذكره القطر يبقى 2 جنيه ونص ازاي؟ المشكله لما يكون في خدمه بيبقى يعتبر كويس، ما فيش اي حاجه، انما انا شايف الاجراءات الاول ماشي على النظام القديم برضه ما فيهاش مهمله. انا ركبت مره من يعني من قريب يعني، فطبعا ما فيش تحديث فيها، هي كما كنا طلبه. قدموا خدمات كويسه ماشي، مفيش مشاكل ان هي تزيد، بس اهم حاجه الخدمه.